بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نواصل حديثنا في هذا المجلس الخفيف القصير، ونحاول أن ننهي فيه ما بدأناه في المجالس الماضية، في أن العالم إذا شهر بالعلم والعبادة وكان عدلا موفور الديانة، فإنه لا ينبغي للناس أن يتلقفوا كلام أهل العلم بعضهم في بعض، بل ينبغي أن ينشغلوا بما ينفعهم. ولعل قول النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا أمته: احرص على ما ينفعك، لو أن كل واحد في هذه الأمة جعل هذه الجملة أمام ناظريه متماعنا مطبقا لانصلحت أمور كثيرة فيما بيننا. ولكن انشغال الناس بما لا يعنيهم وخوضهم بما يشغلهم أعظم من انشغالهم بما ينفعهم، فيقع الخبط وتكون التخرصات وتنتشر الظنون، ويتلقف أصحاب القلوب الضعيفة السقطات من هنا وهناك، ويقعون عليها موقع العقاب على فريسته، فيطيرون بها كل مطار، فلا يستقيم لهم حال، ترتج عليهم القلوب وتختلط عليهم العقول والآراء، فلا يصدرون عن رأي راشد ولا عن قول مسدد، بل هو الظن الذي يتلبسون به. ما حاجتنا إلى هذا جميعا؟ هذه أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. سنقتطف من ثمار ما ذكره ابن عبد البر في هذا الموضوع في كتابه الجامع، جامع بيان العلم وفضله، وسيكون الاقتطاف يسيرا سريعا حتى لا نطيل في هذه الدقائق. الأثر 2175، وهو أثر يحيى ابن يحيى، قال: كنت آتي ابن القاسم فيقول لي: من أين؟ فأقول: من عند ابن وهب، عبد الله ابن وهب، فيقول: الله الله، اتق الله، فإن أكثر هذه الأحاديث ليس عليها العمل. إنه هنا يهمز في عبد الله ابن وهب، وأن كثيرا من أحاديثه التي يرويها ليس عليها العمل، هذا همز واضح صارح. قال يحيى ابن يحيى: ثم آتي ابن وهب فيقول: من أين؟ فأقول: من عند ابن القاسم، فيقول: اتق الله، فإن أكثر هذه المسائل رأي. اتق الله، فإن أكثر هذه المسائل رأي، يهمز بالفتاوى والآراء التي ينتهي إليها ابن وهب. وهذا الأثر 2176، كان أبو سعيد الرازي يماري يناظر ويجادل. كان أبو سعيد الرازي يماري أهل الكوفة
ويفضل أهل المدينة، فهجاه رجل من أهل الكوفة ولقبه شرشير. شرشير كلمة لا وجود لها في اللغة، وبالتالي تصالح أن يجعل هذه الكلمة اسم كلب في جهنم، يعني في هناك كلب من كلاب جهنم اسمه شرشير، ولقب هذا العالم بماذا؟ بشرشير. فقال: عندي مسائل لا شرشير يحسنها، إن سئل عنها ولا أصحاب شرشيري. ما هو بقى يعني إيه؟ جاب الاسم وجعله موضوع. وليس يعرف هذا الدين نعلمه إلا حنيفية كوفية الدور، يعني يريد أن يعلي من أهل الكوفة ويقدمهم على أهل المدينة. لا تسألن مدينيا فتحرجه إلا عن اليم، مش اليم، إلا عن اليم والممشات والزير. اليم ليس بتشديد الميم وإنما بتخفيفها، نوع من الحمام. والممشاة لعله وصف من المشي يكنى به عن أنواع الأنعام كالإبل والبقر والشاء. والزير هو الإناء الذي يوضع فيه الماء. فأهل المدينة قوم عجاف العلم، علمهم ضعيف ولا يتقنون إلا مسائل محدودة، هذه المسائل الحاجة إليها ضعيفة، كالمسائل المتعلقة باليمام الوحشي وبأواني الماء وببعض أصناف وأنواع الإبل. قال أبو سعيد الذي يروي هذا الخبر وعنه سليمان: فكتبت إلى أهل المدينة قد هجيتم بكذا فأجيبوا. والمقصود بأهل المدينة أي العلماء الذين في المدينة. فأجابه رجل من أهل المدينة فقال: لقد عجبت لغاو ساقه قدر، وكل أمر إذا ما حم مقدور. قال: المدينة أرض لا يكون بها إلا الغناء وإلا اليم والزير. هنا ممكن الغناء على ظاهرها، وهذا أمر شهر عن أهل المدينة أنهم يجيزون الغناء، والذي يجيزونه نوع من التغبير، نوع من التغبير أن يأتي الرجل بعود يعني كقضيب من معدن فيضرب به، فسموا ذلك غناء. وهذا النوع وإن كان في المدينة موجودا وأجازه بعض أهل المدينة، إلا أن كثيرا من أهل العلم كرهوه أو حرموه، بل إن الإمام الشافعي عندما سئل عنه قال: لا يفعله عندنا إلا الفساق. وقد يكون الغناء هي الرغاء، الرغاء لصوت الأنعام، فيناسب كلمة الممشاة. قال: المدينة أرض لا يكون بها إلا الغناء وإلا اليم والزير. لقد كذبت لعمر الله إن بها قبر الرسول وخير الناس مقبور. فانظر كيف أن الناس يتكلم بعضهم في بعض ويهمز بعضهم بعضا، ولا ينبغي لنا أن نجمع سقطات الناس ثم ننشرها وننثرها ليتمسك بها من هب وذب. في الأثر 2180 سئل يحيى ابن معين، هذا كلام أحمد ابن زهير، بيقول: سئل يحيى ابن معين وأنا حاضر عن رجل خير امرأته، يعني قال لها: بنت الحلال انت بالخيار، عاوزة تعيشي معايا براحتك، ولو عاوزة تتكل على الله بالسلامة فالأمر لك. فاختارت نفسها أن تقتلع عن زوجها،
ما رأيك في ذلك؟ سئل يحيى بن معين عن ذلك فقال: سل عن هذا أهل العلم، سل عن هذا أهل العلم. بعضهم أتى بهذا الأثر ليهمز به في يحيى بن معين أنه لا يعرف كثيرا من الفقه، هذه مسألة يسأل عنها فيقول سل عنها أهل العلم. وما الضير في ذلك الأمر؟ وما الضير في ذلك الأمر أن يقول الإنسان لا يدري في مسألة ربما رأى أن غيره من الموجودين ربما يفتي فيها. ولقد أحسن أكثم ابن صيفي رحمه الله في قوله: ويل لعالم، ويل لعالم أمر من جاهله، ويل لعالم أمر من جاهله، من جهل شيئا عاداه، ومن أحب شيئا استعبده. القصة الآتية يعني طويلة قليلا، ولكن نذكر شيئا مما قد يدل عليها في الآتي. يقول ابن عبد البر في 2189: فقد رأينا الباطل والبغي والحسد أسرع الناس إليه قديما. انظر لهذه الكلمات: الباطل والبغي والحسد، الباطل والبغي والحسد أسرع الناس إليه قديما. ألا ترى إلى قول الكوفي في سعد ابن أبي وقاص أنه لا يعدل في الرعية ولا يغزو في السرية ولا يقسم بالسوية، عندما سأله عمر بن الخطاب عن أميره فقال هذا الكلام في من؟ في سعد ابن أبي وقاص. وسعد ابن أبي وقاص بدري وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة الذين جعل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الشورى فيهم، وقال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. قال أبو عمر: والله لقد تجاوز الناس الحد في الغيبة والذم، فلم يقنعوا بذم العامة دون الخاصة، ولا بذم الجهال دون العلماء، وهذا كله يحمل عليه الجهل والحسد. التوسع في تناول الناس وأعراضهم وهمزهم ولمزهم إنما يحمل عليه الجهل والحسد. ثم نقل قول أبي الأسود الدؤلي: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، وسعيه هنا على حذف الخافض، فالناس أعداء له وخصومه، كل إنسان له عدو وله خصوم، فإذا لم يستطيع أن ينال منه فإنهم يحسدونه. قال ابن عبد البر: فمن أراد أن يقبل قول العلماء الثقات الأئمة الأثبات بعضهم في بعض فليقبل قول من ذكرنا قوله من الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم في بعض، يعني بعض الصحابة بعضهم تكلم في بعض وبعض أهل العلم تكلم في بعض، فلا ينبغي أن نقبل كلامهم في بعض، لا ينبغي، لأنهم كلهم معذور وكلهم مثاب وكلهم له حسنة، إما حسنة كاملة وإما حسنتان كاملتان، فإن فعل ذلك ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا. وكذلك إن قبل في سعيد ابن المسيب قول عكرمة، وفي الشعبي وأهل الحجاز وأهل مكة وأهل الكوفة وأهل الشام على الجملة، وفي مالك والشافعي وسائر من ذكرنا في هذا الباب ما ذكرنا عن بعضهم في بعض، فإن لم يفعل أمسك عن الخوض في الناس وهمزهم ولمزهم،
فإن لم يفعل ولن يفعل إن هداه الله وألهمه رجدة فليقف عند ما شرطنا في ألا يقبل في من صحت عدالته وعلمت بالعلم عنايته وسلم من الكبائر ولزم المروءة والتصاون وكان خيره غالبا وشره أقل عمله فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به وهذا هو الحق الذي لا يصح غيره إن شاء الله. ثم يذكر ابن عبد البر التابعين وأئمة المسلمين وأن الناس أي أهل العلم جمعوا فضائلهم وعنوا بسيرهم وأخبارهم فمن قرأ فضائلهم يعني نقرأ فضائل أهل العلم وفضائل الأئمة مالك وفضائل الشافعي وفضائل أبي حنيفة بعد فضائل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وعنى بها ووقف على كريم سيرهم وسعى في الاقتداء بهم وسلك سبيلهم في علمهم وفي سمتهم وهديهم كان ذلك له عملا زاكيا نفعنا الله عز وجل بحبهم جميعا. قال الثوري رحمه الله عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. يا سلام دي مسألة جميلة جدا. يعني لو أننا يعني حثثنا طلبة العلم أن يجمعوا فضائل الصحابة وفضائل التابعين وفضائل الأئمة وفضائل العلماء الأثبات في كل عصر لو جمعوا ذلك لنقر حب العلم وأهله قلوبهم واستفادوا من ذلك فإن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. ومن لم يحفظ من أخبارهم إلا ما ندر ليس نذر إلا ما نذر ونذر أي قل نذر أي قل ومن لم يحفظ من أخبارهم إلا ما نذر صحيحه ومن لم يحفظ من أخبارهم إلا ما نذر من بعضهم في بعض على الحسد والهفوات والغضب والشهوات دون أن يعنى بفضائلهم ويروي مناقبهم حرم التوفيق. الإنسان لو كل همه أن ينقر هنا وهناك دون أن يجتهد في جمع فضائل أهل العلم ومناقبهم حرم التوفيق ودخل في الغيبة وحاد عن الطريق جعلنا الله وإياك ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم آمين. أنا وأنتم وجميع الحاضرين والسامعين إلى أن يقول ومن صاحبه التوفيق أغناه من الحكمة يسيرها. الجملة ديت في غاية الروعة كأنها كتبت بماء الذهب ونقشت على قلب صاف مليء بالإيمان. قال ومن صاحبه التوفيق أغناه من الحكمة يسيرها ومن المواعظ قليلها إذا فهم واستعمل ما علم إذا فهم واستعمل ما علم وما توفيقي إلا بالله وهو حسبي ونعم الوكيل. ونختم بمثال تطبيقي وهو أثر أبي داود سليمان ابن الأشعث السجستاني قال رحم الله مالكا كان إماما رحم الله الشافعي كان إماما رحم الله أبا حنيفة كان إماما. يترضى عن الجميع ويرضى عن الجميع ويترحم على الكل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يجتهدون في جمع ما يصلح قلوبهم وينشغلون بما ينفعهم ويكونون سببا للهدى ودرء الفتن والرزى. وجزاكم الله خيرا
وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الباب طال عدة مجالس، لكن هذه نهايته إن شاء الله. ما رأيكم أن يكون المجلس خفيفا بعد العشاء؟ لأن بعد المغرب بيبقى الناس مثلا اللي صائم واللي آتي من هنا أو هناك، فهل نجعل المجلس بعد العشاء؟ يبقى أوفق، والمجلس بيكون خفيف ويسير وسهل، لا تطويل فيه ولا عنت، يبقى كده نص ساعة وثلاث أرباع ساعة بعد العشاء. موافقون؟ موافقون؟ طيب الله المستعان. وأخنا شيخ سيد موافقون. نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وفي نسائكم وفي أولادكم وفي أبدانكم وفي أعماركم وفي صحتكم وفي عافيتكم، وأن يمد بالخير أعماركم. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.